التاسعة صباحنا السبعة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتي حضراتكم من القاهرة، اهلا بكم. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت لامن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وخلال لقائه مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اشار الرئيس السيسي الى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقباله الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي محمد الشمسي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبو ظبي، لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ. زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو منطقة العملية العسكرية في ماريوبول بدونيتسك لتفقد جاهزية أعمال مجمع البناء العسكري ومرافق البنى التحتية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو استمع لتقرير حول إنشاء أكبر خط لأنابيب للمياه يربط بين منطقة روستوف ودونيتسك، معربا عن تقديره لجهود العسكريين المشاركين في الأعمال الإنشائية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن قوات بلاده تخوض معركة مؤلمة وصعبة في مواجهة القوات الروسية في منطقة دونباس بشرق البلاد، حيث تقع مدينة باخموت التي يشهد محيطها معارك ضارية. وأشاد زيلنسكي بشكل خاص بشجاعة وقوة وصلابة الجنود الذين يقاتلون في دونباس، مضيفا أنها واحدة من المعارك الأكثر صعوبة. أعلن الجيش البيلاروسي أن هناك 17 ألف جندي من الجيش الأوكراني يتركزون حاليا بالقرب من الحدود. يأتي ذلك وسط توترات على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا بعد تقارير تفيد بأن هناك تجمعات كبيرة للجيش الأوكراني على الحدود وتدريبات بين الجيش البيلاروسي والروسي. قتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية في تفجير بجنوب غرب البلاد. وقال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن 15 فردا آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم. وضعت سلطات اليونان مدير محطة لاريسا الذي يشتبه بارتكابه خطأ فادحا أدى إلى حادث اصطدام بين قطارين في الحبس الاحتياطي، واعترف مدير المحطة بمسؤوليته عن الحادث. هذا واندلعت اشتباكات في أثينا بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين على خلفية حادث تصادم القطارين الذي راح ضحيته 57 شخصا. فاز حزب الإصلاح الحاكم في أستونيا والذي تتزعمه رئيسة الوزراء كايا كالاس بالانتخابات البرلمانية، وبحصوله على 31% من الأصوات حقق حزب كالاس تقدما مقارنة بالانتخابات السابقة، لكن سيتعين عليه تشكيل ائتلاف مع واحد أو أكثر من الأحزاب الأخرى. سلطان
مشاهدينا، ختام الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة.